من جديد بنحييكم مشاهدينا لنتابع هذه التغطية المباشرة، وبهالجزء بسرني أنه رحب بضيفي بالاستوديو دكتور مازن عبود الكاتب بصحيفة النهار. أهلا وسهلا فيك دكتور. مساء الخير ستنا. ومبروك الدكتوراه على الهواء، عم نقول لك إياها. شكرا كثير ستنا. مستحق مثل دايما. رح نقرأ بهيدي الجزء من تغطيتنا بالاقتصاد السياسي. ويمكن آخر عنوان، ما بعرف إذا بدنا نقول اقتصاد دعم مؤتمر باريس، كيف شفته بداية كمراقب وكأكيد باحث بالشؤون المختصة بالاقتصاد؟ مؤتمر باريس بعتقد هو رسالة توجهت حتى لنتنياهو، يعني اليوم عم بيقولوا انه لبنان منه غزة، كانوا عم بيقولوا انه لبنان منه متروك لحاله بأهمية الدبلوماسية الدولية. طبعا هيك مؤتمر لا يمكن ان يعقد من دون ضوء اخضر امريكي، ولو ان الواجهة هي واجهة فرنسية. النتائج الثانية اللي هي حتكون أكيد مالية الترجم، ما بعرف قد كبرى وصغرى للنتائج المالية، إنما اليوم أوروبا جدا مهتمة بهالبلد الصغير لأنها مهتمة جدا هي أيضا بالناسحين، وهذا الموجات الناسحين إذا صارت بأوروبا ستكون هي سبب أزمات كتير كبيرة. بقى الأفضل إنه يبقوا ببلدهم الناس ويخلوهم يبقوا ببلدهم، أو منونهم مقومات الصمود ببلدهم من أنه يجوا على أوروبا ويرجعوا يعملوا موجة من الخوف تؤدي إلى تصدع النسيج السياسي الأوروبي وإلى وصول الشعبويين أكثر إلى السلطة في أوروبا. إذن في هالشغلتين الأساسيتين هول اللي حكينا فيها، هي رسالة بوجه نتنياهو الذي لا ينصت لأحد، والذي يعتبر نفسه اليوم كأنه نصب نفسه الملك داود وبده العالم كله يمشي وراه. تفعل هالرسالة بغياب أمريكا، وفينا نقول يعني كمان غياب أمريكا كان بمثابة رسالة مضادة لما حاولت فرنسا إيصاله. بس فرنسا ما بتحدى أمريكا. بس ما تنسي أنه اليوم أنت فتي بمرحلة بالولايات المتحدة الأمريكية، هي المرحلة الميتة بانتظار النتائج الانتخابات. بس يعني ما طولت كتير، يعني مرحلة قصيرة رح تكون بعد لبعد 25 تاني، من هلا لبعد 25 تاني صدور النتائج، هي هذه فترة فيك تعتبري فيها رح تكون في نوع من الشلل بالسلطة بأمريكا وخصوصا لدى الديمقراطيين. فيك تقولي نتنياهو يسعى بكل قوته إلى إيصال ترامب، على ما يبدو أنه في ثمة صفقة ما ستتظاهر مع وصول ترامب. من هون عم يشتغل بهالقوة هاي، من هون اجت الرسالة على زيارة هوكشتين للرئيس بري، وإيجابية الرئيس بري بقصف حركة أمل وقصف سور وقصف مواقع تختص بحركة أمل، كأن نتنياهو يقول بذلك أنا لا أريد حل سلمي الآن في عهد الرئيس بايدن، على العكس سأصعد ولن أعطي الديمقراطيين طرف أو يعني المفاوضات تنجح بيعطوه نقاط ليربحوا. يعني نتنياهو يذهب إلى دعم ترامب ووصول ترامب، وهون في خوف أنه شو تكون النتيجة بعد ذلك كمان. ما في شك، يعني اليوم نتنياهو يعول كثيرا على ترامب، لا يريد وصول الديمقراطيين إلى الحكم، يسخر كل شيء لعدم وصول الديمقراطيين إلى الحكم، بيعتبرها لهاريس هي عدوه له لأنه هاريس عم بدين المجازر. طبعا أنت عم تحكي بين اليهود المتطرفين واليهود الأقل تطرفا، لأنه أمريكا الكل متعاطف مع إسرائيل، وما تنسي أن هي إسرائيل هي مخفر الدرك اللي خلقته أمريكا بالشرق الأوسط، يعني هي تحرص على معنوياته. إذا الولايات المتحدة الأمريكية أو إذا الرئيس الأمريكي أو الديمقراطيين ليسوا مع نتنياهو، هذا لا يعني بأنهم ليسوا مع إسرائيل، هم مع إسرائيل بس ليسوا مع نتنياهو. وهناك تمييز ما بين شخص نتنياهو وما بين مصالح دولة إسرائيل، وهناك أيضا خلينا نقول انقسام في الرؤية لدور إسرائيل بالمستقبل وأي دور تلعبه. هل ستكون إسرائيل دولة تشبه إيران وتشبه الشرق، دولة يهودية متطرفة في ظل شرق يعج بالدول المتطرفة، أم ستبقى دولة على شاكلة الغرب، دولة علمانية مثل ما أسسها المؤسسين الأوائل تبع تتبع المعايير الغربية أو غيره. ثم من يقول في المجتمع الإسرائيلي، ما المجتمع الإسرائيلي؟ المجتمع اليهودي، بأنه ما يحصل اليوم هو خطر
كياني على أخلاقية دولة إسرائيل، على الهدف والمبررات الأخلاقية لوجودها، وأنه اليوم اللي عم بيصير هو وضع أهداف شخصية اللي هي البقاء في السلطة والتوسع، لكن على هدف، لكن على حساب مدى قبول اليهود في العالم وعلى مدى أخلاقيتهم وممارستهم لأدوارهم بريادة الولايات المتحدة الأمريكية. بالشكل، فإذا المؤتمر وانعقاد هذا المؤتمر هو رسالة أن لبنان لا يكون غزة ثانية، ولكن مش بالمضمون، ولكن بنتيجة ما حصد هذا المؤتمر مرضي، يعني حوالي المليار، لأنه في 800 مليون و200 للجيش أصمون هيك. إنه مليار دولار بهذا الظرف لدولة مثل لبنان، أنا ما بعتقد، يعني نحن بعتقد كتير ضروريين هودي. ضروريين بس كافيين؟ كافيين بس هيدي البدوة الأهمية. على الرغم من ذلك، اليوم أنت إذا ما يعني أكثر من هالقد ما فيك تتوقعي، أكثر من هالقد ما يعني تضع بإطار إيجابي، انطلاقة جيدة ممتازة بمجرد ما يكون في دعم هيك، بس فقط لعدم السقوط. وهذه رسالة إنه لبنان ليس متروكا يواجه أمره لوحده، بس انما اليوم اعاده الاعمار اللي بتقدر تبلغ 16 ل 17 مليار دولار، طبعا هيدي بدها تجي ضمن صفقه بتشمل المنطقه كلها سوا، ضمن خريطه جديده بمشاركه امريكيه، لازم يكون مش بمقاطعه مثل ما صار بالمؤتمر. لن يكون فيها نتنياهو هيدي المشاركه الجديده، وطبعا لن يكون فيها حزب الله. وحكي مستشار الرئيس الاماراتي بوضوح وصراحه انه ما بقى مسموح للمنظمات المسلحه العابره للحدود ان تبقى وتحدد مصير الشرق. كانت واضحة، وبعتقد هيدي بالكواليس عم بيتم التفاوض فيها، وجزء من استراتيجية اللي عم بيتم الاستثمار فيه اليوم انه في رسم لشرق جديد، شرق جديد بتصور جديد، وهذا التصور الجديد بيقوم على بعتقد نوع من السلام. ما تسأليني كيف بده يكون هذا السلام، بس هتمشي الاتفاقية الإبراهيمية تيقدروا السعوديين يطبقوا مع الإسرائيليين. ما بيقدروا إلا ما يكون في سلام ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يقدروا ينطلقوا لمرحلة على أساس الدولتين. نعم. ولا سقطت على أساس الدولتين مبدئيا، بس تقولي لي كيف بتكون الدولتين، بقول لك ما بعرف. شو حدودها غزة، شو رح تكون بأي إطار، ما بعرف. كل هالحرب صارت لتسوية غزة وامتداد إسرائيل نحو البحر كمان، خلينا نكون واضحين، يعني الهدف بده يكون في شيء، في خارطة جديدة، بس إنما حيكون في دولتين. بتقولي لي الأردن حيكون جزء من هالدولة الفلسطينية، مش حيكون مصر جزء منها، ما بعرف. سعودية بس في حكي عن 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 صفقة شاملة، عن إبرام المعاهدات الإبراهيمية، ومن ضمن هالصفقة الشاملة كلها سوا حيتم إعادة البناء، يعني إعادة الأعمار. اليوم عم ينطر على إيران إنها تاخذ شوي صوب المنطقة هناك، صوب آسيا، وعم ينقلها إنه تترك المتوسط. هيدا الحديث اللي هو دائر، خدي هونيك اتركي هون، عم بيصير في شد حبال بهذا الإطار هيدا. واليوم لبنان توزيع حصص جديدة يعني، وساحة وقع كتير كبيرة. إذا بتشوفي بتتبع التصاريح الإيرانية بتحسي كأنه لبنان كأنه مقاطعة إيرانية خارج الحدود. كيف يعني؟ يعني لما بيطلع عندك رئيس البرلمان كله، ولا قصدك ساحة الوغى اللي هي حاصلة هلا، بيطلع عندك رئيس البرلمان الإيراني بالطريقة اللي عم يحكي فيها مرة واثنين ورد وثلاثة، ورد عليه رئيس مئاتي مرة واثنين وثلاثة، هالخطاب اللي عم دائما عم نرجع نسمعه. بعدين عم بتحسي إنه اليوم تم تصفية القيادات، طب حسب الله تم تصفية السيد حسن نصر الله، بس إنما الحزب بعده ممسوك ومتماسك. بتحسي كأنه اليوم حتى المفاوضات مع مين عم بتتم؟ هذا سؤال كتير كبير، كيف عم يقدروا يتواصلوا؟ مع مين عم يتواصلوا؟ مين عم ياخذ القرار؟ كيف آلية أخذ القرار؟ بتشعري إنه القرار عم بيكون مركزي، إذا كان قبل عندك 50% أو 60% من القرار كان هون و 50% هونيك، والهون عم بيراعي، عم تحسي هلا إنه كأن الورقة صارت كلها سوا بمكان آخر، كأنه اليوم أنت عندك حرب بين إيران وإسرائيل. هذا اللي حذر منه اليوم رئيس ماكرون بكلمته، بمقاطعة إيرانية خارج حرب الآخرين على أرض لبنان. بتشعري بهيدا الشيء وبتخافي منه، وإن شاء الله يكون بس على مستوى الشعور. اليوم ما فينا ما نوقف مع شريحة لبنانية عم تتعرض
للتهجير وللذل وللتدمير ولغيره. ما فينا نحن نطلب هلأ يوقفوا، لأنه اليوم هلأ بدهم يوقفوا، نحن بنعرف أنه نتنياهو مش هيوقف أبدا، رح يضل مستمر تيقدر يضمن وصول ترامب. ما فينا نقول لهم أنتوا وقفوا هو، لأنه نحن بنعرف أنه ضمنا هني مش هيقبلوا، مش هيقبلوا الإسرائيليين. مش وقت الحديث اليوم عن القرارات الدولية وعن سلاح حزب الله وعن سحبه وعن كل هالقصة، ننطر بعد النار منحكي بالأمور الداخلية اللبنانية، هيك قصدك؟ اللي عم قوله اليوم أنت، نية نتنياهو أنه يطلع ترامب، يعني من هلأ الخمسة تشرين لا إمكانية للحديث. هلأ إذا طلعت هاريس حيكون القرار سريع، لأنه الإدارة ساعتها مش حتبدل كتير، حتبقى مع الديمقراطيين وهي نائبة رئيس. بعتقد حيكون الأمور سريعة. سريعة لصالحنا؟ سريعة أكيد، مش لصالح النار يعني، مش لصالح نتنياهو. ما هي بدي أقوله، لصالح يمكن يكون إسرائيل بس مش لصالح نتنياهو. أوكي. إذا مش لصالح الدم المكفى يعني، الدم اللي مكفى. هلا اليوم عندك إذا طلع الرئيس ترامب، الرئيس ترامب كمان بعتقد أنا إنه لوح بإنهاء الحروب، بإنهاء الحروب، أو على إذا كان موجود ما كان صار هيك وإلى ما على طريقته. ما شك فيه إنه الديمقراطيين كان في نوع من الترهل بالإدارة، ترهل باتخاذ القرارات بشكل إنه هن فلتوه لنتنياهو، إنه آخر شيء صار مستخف بهيبة أمريكا، الطريقة اللي كان عم يستخف فيها بالرئيس الأمريكاني، اللي عم يستخف فيها بوزير الخارجية، اللي عم يستخف فيها، وكان عم يستدرجهم ويجبرهم يبعثوا له أسلحة، مثل صبي منزوع عندك ودروجي، وبنفس الوقت عم يجبر، مجبورة فيه، مجبورة فيه، هيدا اللي بين فيه. بعتقد مع ترامب بتصير غير حسابات تماما. ما ننسى اليوم عامل العمر وطبعا الرئيس بايدن، وتراجع حضوره الذهني وتراجع حضوره المعنوي وما إلى ذلك، هو اللي أدى أيضا لعدم ترشيحه لولاية تانية. صح، القرار الديمقراطي كان على هيدا الأساس، بس بحياتها ما كانت السياسة الخارجية الأمريكانية متصدعة بهالشكل اللي حسينا فيه بالفترة الأخيرة. يعني هون نطلب تيجي هارس بهيدا التحليل عم نقول، ولا لا بالعكس ما خص، يعني بالنهاية الحرب ستنتهي مع كل الأحوال مع تغير الإدارة الأمريكية أو العهد الجديد. ستنا الأكيد اليوم عندك أنت في استراتيجيات ترسم بالدولة العميقة بالولايات المتحدة الأمريكية بتبقى لسنين، اللي بتفرق مع تبدل الرؤساء هي الآلية، إذا هي كانت soft power، القوة الناعمة أو القوة الصلبة، شخصية الرئيس شو بيمشي شو كذا شو غيره. أنا بعتقد اليوم أنت قدام سقفين، السقف الأول هو ما تنسي نحن باقتصاد حرب، الولايات المتحدة الأمريكية مصانع الحرب عم تشتغل فيها، الاقتصاد الأمريكاني ماشي، تطبيع الدولارات ماشي، وشراء الدين أيضا في ناس عم بتدور الدين وعم تشتري للدين. أوكي، إذا مشيت. بس الثاني خلينا نقول تحدي أساسي هو عدم ارتفاع سعر النفط. إذا لاحظت دي صار سعر النفط بعده ثابت، ممنوع يطلع، طلع شوي، طلع شوي، منه بهامش مثل ما تم التخوف أنه حتى حرب إقليمية ممنوعة. لما قرر نتنياهو بده يضربها لإيران، الولايات المتحدة الأمريكية لا، هي فضحته، يعني هي سربت المعلومات بشكل انها قدرت وقفت له الهجوم، سربت المعلومات. لانه اليوم مثل ما عم اقول لك شو نتائجها، يعني لانه اذا صار في حرب اقليميه معناتها اسعار النفط بخطر، اسعار النفط هو بخطر، اقتصاد امريكا معناتها الاقتصاد العالمي واقتصاد امريكا يهتز. يعني انت الاستقرار تبع الاقتصاد العالمي واستمرار الاقتصاد العالمي على ما هو ضروره لاستمرار الدولار واستمرار الولايات المتحده الامريكيه في رياده العالم، حيلا ابتزاز بهالنظام المبني على استقرار أسعار النفط والتبادل النفطي بالدولار الأمريكي سيؤدي إلى مزيد من المشكلات في النظام الاقتصادي الأمريكي أوكي والعالمي بالتالي بهذا الإطار. وهون أمريكا يعني على حافة الانهيار، قدرة تهدي نتيجة استمرار الحرب وتنامي اقتصاد السلاح إذا فينا نقول، ولكن مع عدم تفلت الأمور إقليميا لما زيد الأعباء يعني الاقتصادية وانهيار القرار الأمريكي ممسوك من البنتاغون. إذا بتلاحظي أنت اللي بيكون الموضوع جدي بتلاقي أنت رئيس الأركان بيجي، إذا البنتاغون هو ماسك القصة. من هون عدد من الكتاب أخيرا تخوفوا من عسكرة المجتمع الأمريكي، يعني العسكر عندهم كتير قوة نفوذ ونفوذ كتير قوي على الدولة العميقة، على تسيير أمور الدولة العميقة وعلى تسيير الاستراتيجيات،
اذا ما تنسي شركات السلاح الدشيئويه، مصانع السلاح الدشيئويه ومصانع او اصلا اللوبي النفطي كمان، الانترست او المصالح النفطيه. في عندك شبكه من المصالحيه اللي بتحدد السياسات العميقه للدوله الامريكيه وما عدا ذلك. شو الرساله اللي ارادتها الولايات المتحده بغيابها عن مؤتمر دعم لبنان؟ الولايات المتحده بتكون انت هلا حاليا بهالفتره اللي هي فتره انتخابات، والفتره الانتخابات اللي صارت على اخر، احنا اليوم بدي بالشهر 24 بعد في 10 ايام تقريبا، بعد في 10 ايام بهالفتره ال 10 ايام حيالله مرشح بده يعمل كل حساباته، يعني ما انه مستعد، يعني كل خطوه بدها تكون مدروسه مليون مره، لانه ما بيقدروا يتوقعوا شو ردود الفعل داخليا وشو بتقدر تكون هذه ردود الفعل على الديمقراطيين او على الديمقراطيين. بس لانه هلا اتفقتوا عملت ورقه مع باريس قبل لوقف النار ومده 21 يوم اجهض نتنياهو، يعني فينا نقراها بخلاف امريكي فرنسي يعني ولا شو؟ المؤتمر لدعم لبنان، ايه لانه لبنان مش عم تحكي، بس وقف النار، النار وقف النار بلبنان، ايه بس وقف النار على الصعيدين، يعني هيديك فيها انه اسرائيل ولبنان، بس هيدي عم تحكي انت دعم لبنان. الموضوع يعني انحياز تام لدعم هذا يعني البلد. فرنسا عم بتقول انا مع لبنان، يعني اليوم انت الرئيس الفرنسي في تأزم بالعلاقه مع نتنياهو، فرنسا عم بتقول انا مش مع نتنياهو، ماني معك تكمل، ماني معك تمضي باللي عم ورفع اللهجه نتنياهو باتجاه ماكرون نتيجه هذا الامر 100%. اليوم ما بيقدروا الديمقراطيين يتحملوا هيدي الشغله، بس اليوم نفس الوقت عندك انت الرئيس الفرنسي ما بيقدر يقوم بهالشيء من دون الدعم الامريكي. بتتذكري بالزمان لما اجى الرئيس ترامب على فرنسا وبوقتها بيطلب منهم للاوروبيين انه يدعموا الناتو ويزيدوا ميزانيتهم، بيرد عليه الرئيس ماكرون بيقول لهم بدنا نعمل جيش اوروبي نحن. تاني جمعه نزل الجيلي جون وقال ما بس هيك، حركوا الشارع، ضرائب على النفط وعلى الاستهلاك النفط نزلت وخربت، ما عرفوا كيف بدهم يضبون لجيليجون. الموضوع ما في هيدي امور استراتيجيه مش عارضه للاخذ والعطاء، يعني بعكس ما يتم الترويج له عاطفيا. نعم. انه اليوم أمريكا تضعف، إسرائيل أكلت ضربة كبيرة، المقاومة تتقدم رغم الضربات الكبيرة، بعده قادر حزب الله بمواجهة هذا العدو، ومش معروف كيف رح تكون نتيجة هذه الحرب، غالب ومغلوب أم التسوية اللي رح تفرض نفسها. أخشى أن نصل إلى نتيجة تكلم عنها غاندي، قال إنه بالنهاية الحرب بتأدي لمجتمع عميان. اف منبطل شايفين الحقيقة، هن يعني ببطلوا شايفين ونحن منبطل شايفين بالنهاية. الحرب هي خسارة، اكيد الحرب هي خسارة. لا عم نشوف هالدمار، يعني لك الصور المشاهد، يعني الدمار، ارض محروقة، شهداء بالالاف. نحن اليوم كثير عم نخسر، وما في خبرك هلا بدنا نحكي عن التقييم الاقتصادي للحروبات، بس بنفس الوقت ما تنسي انت اليوم ان اسرائيل عم تخسر الاسباب الاخلاقيه لوجودها، عم بتبين نفس الوقت ان هي عم تنتهك الاعراف والقوانين الدوليه في القرن ال21، عم بتبين ان هي عم ترتكب مجازر بحق الانسانيه في الكثير من المواقع وغيره. أكيد حزب الله ما في با يقول شو بده، يعني إذا إسرائيل بتقلنا ربحت بتقلنا كيف ربحت، وإذا حزب الله بيقلنا أنه ربح بده يقلنا كيف ربح. هيدا هو بدنا نعمل ديفينيشن، بدنا نعمل تحديد شو هي ماهية الربح وشو هي ماهية الخسارة. يعني شو أنه ربح نتنياهو دمر البنية التحتية، أوكي قتل عالم، وشو بعد؟ بس بالمقابل هو تضرر كمان، شو بعد؟ اقتصاده تضرر، هيدا هو الربح، انه يدمر لبنان ويقتل سكانه، وهيدا ربح اللي يعد مرجلي عنده ترسانه جويه. قدر رد شيء سكان الشمال؟ ابدا. اوكي، قدر وضع حماس. اليوم فينا نقول انه حزب الله ربح، كيف ربح؟ اذا الناس انزلت وتبهدلت وتخربت بيوتها ونزلت ذكرياتها، ما تعرض له سكان لبنان بهدله وزل اكثر من اللي صار مؤخرا بالطريقه اللي صارت فيها والاباده اللي صارت فيها والنزوح اللي صار فيه. متصورة أنت 1,200,000 نازح، صديقة لألي عم بتقلي كنت بدها تتواصل معكم، عم تجرب تلاقي مكان لنازحين، لمرأة عندها رضيع
ولا زلم اختيار، مش قادرين يلاقوا مأوى، مش عم بيلاقوا مأوى يقدروا يقعدوا فيه. بدك تقولي لي هون حالة كتار هيك، كيف اي كرامه بيزل الكرامه الانسانيه؟ اليوم عندنا نحن اليوم منا مبررين ببدايه الحرب، ما قلنا نحن اليوم لبنان بلش بمسانده لغزه. شو مسانده لغزه؟ مسانده لغزه يعني انت اعلنتي الحرب، صح. نحن اليوم منا معتدى علينا بالاساس، نحن بدينا بالواحد، هي مشكل كبير. تاني شيء، حماس منا مبرر، لانه العمل 7 اكتوبر اللي صار منه عمل بطولي هو اعتداء على مدنيين، ما اعتدوا على 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 خلينا نقول سكنه عسكريه. لو بس على سكنه عسكريه كان عمل مقاوم مبرر وبدنا كنا نهللهم. اذا الاسرائيليين بيعتدوا على المدنيين وهن مدانين، علامه غيرهم اذا اعتدى على على المدنيين هو مدان. ما فينا اليوم نخلق نحن سكنات عسكريه باماكن وجود مدنيه، لانه بنكون عم نتخذ من المدنيه كدروع بشريه، هيدا شيء مرفوض بالكليه، كما انه اليوم ما بحق له يتصور ويقعدوا يسلونا، يقولوا لنا افرغوا مبلغ كذا، مين بيقول لي انه كيدا كان في عسكري؟ وما بحق لهم يحولوا الاسرائيليين شريحه من الناس لفزاعه. يعني اليوم عم بيفزعوا العالم من بعضها، عم بيفزعوها من شريحه اساسيه، وعم بيفزعوا جزء من هاللبنان هيدا. انت بطلتي تقدر تعاطي مع حدا مجرد انه ينتمي الى الطائفه الشيعيه، ما بتسترجي تستقبليه، ما بتسترجي تفوتيه على بيتك، وعم يضربوا بكثير المحلات. عم بيحاولوا يعملوا هيك، ما فهمنا لين ضربت ايتو الشارع. ما فهمنا لين ضربت ايتو حدا مثلا بالمعاصرة، لانه تعقبوا شخص قيل انه كان ينقل اموال ما بعرف لدعم النازحين بأماكن تواجدهم، لأنه عم بيحاول الإسرائيلي ضرب كل مقدرات حزب الله. بس بدنا نعرف شو هو المدني وشو هو العسكري، تشوف كي كانوا، يعني بدي شوف شو هو تحديد المدني وشو هو تحديد العسكري. ليش إسرائيل عم تحدد؟ ما هون الأزمة الكبيرة، هون الأزمة الكبيرة. إذا قواعد الاشتباك تبع الحروب اللي نظمتها المواثيق الدولية عم بيتم تجاهلها وضربت للآخر بالحيط. من هون أنا عم قلك الخسارة هي خسارة جسيمة، خسارة جسيمة على الاقتصاد اللبناني كما على الاقتصاد الإسرائيلي. هلا بتقولي لي انه عم بيفرعوا بكم صاروخ والضرر بقلب اسرائيل بالبنيه التحتيه، منا بس في تعتيم اعلامي ويقال انه الاضرار كبيره، بس اسرائيل تمنع انه تكشف عن بس الاضرار المعنويه. رح اقول انا انه فرقع ورح اقول انه ما صار شيء عندهم، بس الاضرار المعنويه، انت عندك الشركات تبع المعلومات اللي عم تنتقل، النزوح اللي عم بيصير من اسرائيل لخارج اسرائيل، صحيح. عدم الاطمئنان اللي عم يشعر فيه السكان اللي هوني، هيدي يعني اليوم انت اي صوره لدوله عم ترسمها؟ يعني انا وجاي لعندك، يعني كنت عم بقرا عن حدا اسمه، ما تذكرت حدا اسمه بولدينغ، هيدا كتب كتاب بال 1956 بيحكي عن الصوره والمعرفه في الحياه والمجتمع. هيدا اقتصاد كبير، بيقول انه تصورات الناس تخلق سلوكها. نحن اليوم نتعاطى مع الحقيقه وفق تصوراتنا، مش مو في الحقيقه. الصوره اساسيه، اي صوره عم تزرعها اسرائيل حواليها صوره الرعب، كيف بدهم يتعاطوا معها هودي الناس؟ على اي اساس بدهم يمضوا معها سلم؟ يعني انا عندي صديق لالي من دير قانون النهر بتلفن لي بيقول لي انا بيت اهلي جرفوه. قال لي مش بس هيك، اختي دفنت بنتها من 6 أشهر هونيك وعمر بنتها 6 سنين، ما مسترجعين نقول لاختي انه جرفوا المدافن لانه ما بقى في قبر تزوره. شوفي شو هالصور المرعبه اللي عم يخلقوها. كيف معقول تستمر دوله بهالمعدلات هيدي من استعمال القمع والجيوش؟ الكلفه تبع استمراريتها هي كلفه عاليه، كلفة عالية للغاية ما بتعود تبرر وجودها. كل يوم أسوأ من كل يوم بتطول رح يكون نتائج أسوأ. حتى بكتير. لو أدت لسلم حيكون هيدا السلم بسموه باللغة تبع بولدينغ هو سلم سلبي مش سلم إيجابي. في فرق بين في 2 سلم. مبني على صور مأساوية. مبني على القمع، سيؤدي إلى المزيد من 7 أكتوبر. وسيؤدي الى المزيد يعني، والى المزيد من منظمات مثل حماس وغيره وغيراته. لانه اليوم انت اذا قضيتي حتقضي على حماس كجمعيه منظمه، بس حتقضي على فكر حماس؟ ابدا، هيدا باعتراف اسرائيل. وامبارح كان قبل حزب الله كان عندك بجنوب، مين كان عندك؟ منظمه التحرير، صح. اليوم عندك حزب الله، بكره ما بعرف شو بيصير. الطريقه اللي عم بيتم التعاطي فيها هي طريقه تؤدي الى زرع ازمات اضافيه. ومن هون فواز جرجس حكي انه
إسرائيل عم تزرع بذور حروب جديدة في المنطقة، حتى لو أدت هلأ إلى 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 سلم سلبي، هذا السلم السلبي سيؤدي بالتالي إلى حروب أخرى ولا إلى انتفاضات أخرى وإلى صراع. ما عندنا مجال، ما رح ننتهي يعني، ما رح ننتهي إلا بالحوار، بالحوار بين مين ومين وبالتبادل الاقتصادي بين مين ومين. بدنا نتعود على سقفة السلم، بدنا نعرف نحن ما حدا قدران يلغي حدا ولا حدا قدران حدا بأي كب حدا بالبحر. نحن اليوم بدنا نبني على منطق جديد. المنطق الجديد بده ينمى من فكر جديد، لعل هيدي الحرب بتأدي لقرف من الحرب. أنا بتأمل إنه هيدا القرف من الحرب ومن شخصيات الحرب، الحرب الأخيرة، وفكر نتنياهو وفكر يشوع بن نون المقيت والمزعج، الفكر التوراتي، والفكر الثاني الإلغاء اللي بيقابله، الفكر ما قبل من أزمنة ما قبل التاريخ، مش لازم يعم بالقرن الواحد وعشرين بأسلحة القرن الواحد وعشرين لأنه حيكون فتاك ومدمر للغاية للإنسانية وللحضارة الإنسانية. خلينا ندخل مباشرة بأكل هذه الحرب اللي بعد ما انتهيت وممكن تزيد، يعني مش ممكن على أكيد راح تزيد، ولكن حديث هلأ قديش لبنان لو ما في أرقام رسمية أو مسح، ولكن تقديريا قديش صار خسران لبنان؟ ما بحكي أنا وياك واضح، يعني أرقام مجلس الوزراء، أرقام رئاسة الحكومة بتقول إنه عندك 1,200,000 نازح. 1,200,000 نازح، تصوري أنت عندك، رح نقدر إنه في 6 بكل بيت. يعني أنت عم تحكي ب 200,000 وحدة سكنية. 200,000 وحدة سكنية اليوم إذا بدك تعمري بيت لست أشخاص بالحد الأدنى أنت بحاجة 60,000 دولار، أنت عم تحكي 12 مليار دولار. هولي بلشنا هيدي البنية التحتية، بنية ما الوحدات السكنية، لا هون السكنية. بيوت ما حكينا ماء وكهرباء ومحطات وحدات سكنية وطرقات رح أخذهم دكمة معهم، أنا رح أقول إنه يمكن يكونوا أقل من هيك ومبالغين بالرقم، ويمكن العائلة تكون مألفة 10 رح أعتبرها أنا 12 بيت، أنا ب 12. طيب أنا الناس اللي ماتوا وهودي الناس اللي كانوا عم بيعيلوا عيال، تعرفي للأسف الشديد الحياة البشرية لا يجوز أنه تسلع، بس إنما بالاقتصاد نحن منسلع. يعني منشوف هيدا الزلمة ديش كان عم بيطلع لحديت ما يطلع على التقاعد، يعني إذا مات ابن 30 سنة وبيطلع على التقاعد ابن 65 سنة عنده 35 سنة إنتاج، بل 35 منشوف ديش كان في إمكانية يطلع قديش بيسوى، قدي الخسارة بالبيت، هيدي بس المباشرة البشرية، ما حكينا بعد هيدا دوره ببيته وقديش كذا وقديش كذا، لا عم نحكي ما حكينا اجتماعيا، عم نحكي كقيمة قيمة بس معاشه، ما عم نحكي شيء تاني. طيب ما حكينا نحن، طيب هيدا البيت إذا 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 بين عطب مثلا وبطل مين في عيله، كلفة الاستشفاء وكلفة إعالة هيدا البيت، التعليم، كلفة التعليم. طيب هيدي بسموها الأكلف، ما حكينا بعد عن كلفة الأزيف اللي عم تستخدم، ما حكينا نتائجها بالمزرعات، تحريك الجيوش، ما حكينا عن المزروعات الخسائر، ما حكينا عن كلفة خسارة القطاعات والاضطرابات اللي حصلت بالسوق والرؤوس الأموال اللي هي فلت، كنا معقولين نرجع نعوم اقتصادنا شوي شوي بعد الخسائر اللي اللي عم قوله هون بينطبق هناك، بينطبق على اسرائيل نفس الشيء. مش 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 نحن وحدنا خسرانين وهن ربحانين مثل ما بيصور البعض، ولا هن ربحانين باللوج ونحن بالوال، لا بس ان بظهرهم في مليارات وفي امريكا تدعم وتنتشل. نحن السؤال مين رح يدعمنا بعد هذه الحرب، بس عم تمرق بازمه مصيرية إسرائيل ومنعطف مصيري بتاريخها، أنه كل نتفة والتاني عندهم حرب بدهم يتهجروا كمان. يعني عم تتصوري أنت مدى التهجير، تعيش لا استقرار، لا استقرار، وهي جالبتهم من برا، تعوا في أمان وفي وفي وفي، إجوا واكتشفوا أنه ما في شيء منه، هيدا كمان بتخلق لها أزمة داخلية كبيرة. بس إنما لعله بخضم هالأزمة هيدي في عنا ومضات كتير كويسة حتى بخضم الأزمة الاقتصادية. كيف؟ انت معك خبر انه قبل ما بديت حرب المساندة تبع غزة كان متوقع السنة يكون عنا نمو 1.5. ليش دخلك كان عنا نمو 1.5؟ لانه الدولة عملت خطة استثنائية. لا لا، اجينا مساعدات من برا، شيء جبنا ديون من برا، لا لا، لانه فينا نقول انه المساعدات اللي كانت عم تجي، مساعدات الأهل يعني، بسموها مساعدات الميتة أو القروض الميتة، لأنها كانت عم بتدعم نظام متداعي، نظام
سياسي متداعي، يعني المساعدات اللي كانت عم تجي او القروض اللي كانت عم تجي كانت عم تلتهمها النخبه، ما عم تستفيد منها الدوله، على العكس عم تخلي الشعب اكثر يدمن على المساعدات. هيدا تكلمت عنه اقتصاديه كبيره افريقانيه مويو اسمه، حكيت بكتابها المساعدات الميته بال 2009 عن خطر المساعدات على الدول. بلبنان نحن هيدي القروض والمساعدات شكلت خطر عنا لأن زادت شبكات الفساد ودفشتنا انه ما نعمل اصلاحات، سياسه الكاش كمان ومنعتنا نعمل اصلاحات وما خلتنا نقوم لانه صرنا متاملين انه بالدين بنسكر الدين ومنلحس المبرد وماشي الحال بلحسه المبرد، وتخلفنا عن الدفع وهون صغرت حجم الدين. نحن اليوم بهالفتره اللي تخلفنا عنها قدرنا نكتشف انه لبنان قدران يقوم اذا بتعطيه استقرار سياسي، يعني هو بتنشط السياحة وبتنشط القطاعات الداخلية وبتدخل استثمارات، يلي هو ناتج عن مؤسسات سياسية منا استخراجية يعني للقلة وبتخدم القلة وبتوجه المصالح نحو القلة، يكون نظام سياسي شمولي. اليوم هيدا النظام الاستخراجي تداعى بهالأزمة بين 2019 لليوم، ارتج يعني تماما مثل الموت الأسود اللي حصل بأوروبا بالقرون الوسطى، أدى إلى فناء نصف القارة الأوروبية، بس إنما بالوقت نفسه أدى إلى عصر جديد في أوروبا يلي هو عصر التجارة، أدى إلى تداعي الإقطاع وإلى نشوء الرأسمالية، إلى نشوء التجارة عبر الأطلسي وإلى الاكتشافات الكبرى اللي حصلت، وبالتالي إلى عصر النور، عصر الأنوار نتيجة هيدا الشيء. وبلبنان شو رح يصير؟ بلبنان عنا إذا نحن قدرانين نطلع من هالأزمة مع مؤسسات تصير أكثر شمولية، هيدي المؤسسات اللي بتصير أكثر شمولية بتخرج عن إطار القلة، يعني منفوت بإطار دولة متجانسة تخدم الكل بفرص متساوية، يعني بتركيبة جديدة، بتصور جديد، بقواعد جديدة، تقدر ترسي مؤسسات اقتصادية أيضا شمولية. ما يلزمنا هو القليل، بنية تحتية رقمية اللي بدنا فيها، الحد الأدنى من خلينا نقول البنى التحتية الرقمية، يعني انترنت بدك، خدمات سحابية بدها، هيدي استثمارات مالية قليلة بس إنما عقول متوفرة في لبنان، بدك تحافظي فيها على نوعية التربية بالجامعات، وبدك أهم من كل شيء الاستقرار السياسي وسياسات موائمة للاقتصاد، يعني السوق بده يعمل السياسات. نحن اليوم عندنا مشكل كثير كبير واللي حكي عنه مايكل سبنس مؤخرا، تبعي أنا عم بحكيكي، أنا اللي كنت عم بحكيكي إياه هون كانوا موضوع لنوبل برايز للاقتصاد السنة يلي ربحها التركي الأصل ديرن أسيميغلو ورابنسون وجونسون، حكيوا عن هذا الموضوع بالتحديد. يعني اليوم لعنة الموارد ما بتصير إلا ببلدان مثل لبنان لأنه أنظمته المؤسساتية، أما نظامه المؤسسي هو استخراجي، يعني لأنه النظام السياسي فيه ما بيسوى. ليه النفط بمحلات هو نعمة وبمحلات تانية هو لعنة عبء نتيجة النظام السياسي اللي بيخلق المؤسسات السياسية وكيفية توزيع السلطة بالواحد. هيدي أخذوا عليها الشباب، أخذوا عليها الاقتصاديين الكبار، توزيع السلطة وتوزيع المغانم. أوكي، هيدي أخذوا عليها جائزة نوبل، كأن جائزة نوبل بتطبق على لبنان. بيحكوا عن 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 نقاط، كان لازم يعملوا كيس ستادي على لبنان، كأنه عاملينها على لبنان. أوكي، بيحكوا عن نقاط اختلال، يعني كأنه نحن هلأ بهالنقطة الاختلال تبع هالنظام. إذا قدرنا نطلع، أنا بعتقد ما بعد الحرب سيتمخض عن الكثير مما قبلها. الخطر الكبير اليوم بهيدي الحرب مش بس هودي اللي حكينا فيهم، الخطر الكبير أنه إذا طالت هيدي الحرب بالسلم الأهلي، اليوم في عندك كثير من الدراسات يلي هي بتشير إلى تداعي السلم الأهلي مع النزوح، لأنه حيصير في عندك فقر بفقر وناس كلها سوا عم تتسابع على الموارد وعلى الأرض. طيب هالناس اللي هلأ عايشة بالشارع وعايشة بحي الله محل، بكرة إجا الشتي شو بتعملي فيها؟ إذا قاعدة هلأ بخيمة بدك تمنعيها بكرة تعمر، واليوم اللي شفناه بأفقى،
يلي هو مؤشر مخيف صحيح لما سيحصل. أنا بتأمل إنه ما كتير الطول بعد 25، ما كتير الطول أكتر، وبعتقد في وعي أوروبي كرمال هيك عم بيقولوا نحنا اليوم مع لبنان. لبنان ليس غزة، بس لبنان بده يكون مع حاله كمان، يعني هون عم بتقول شو بيصير إذا شتت. طب الحكومة وين؟ يعني المسؤولين اللبنانيين اللي وضعوا خطط ولجان، ولكن على الأرض كان في فشل ذريع إلى حد ما، يمكن لقلة الإمكانات، يمكن للمفاجأة، ما بعرف أسباب تعددت، ولكن النتيجة كان هذا المشهد المبكي. يعني 100% وستنا اللي ما نرجع للقصة الأساسية الأهم، إنه حتطلع شريحة حتيجي تقول إنه هيدا السلاح اللي كنت معتبره إنه أنا هيدا بيحميني ما بقى يحميني، على العكس كان تقل علي. حتكتشف شريحة من ضمن البيئة اللي كانت تتأيد، هيك قصدك؟ لأنه هالشريحة موجودة ديجا خارج البيئة المؤيدة. اليوم ما فينا نحكي بهالشيء، بده يوقف النار أكيد. بس بعد ما يوقف النار حتطلع تقول هيدا السلاح ما خدمني، هيدا السلاح كان عبء علي. هالشيء شو رح يؤدي؟ هيدا الشيء رح يؤدي لإعادة النظر بكل شيء. حتجي رح يسهل مسألة القعدة على الطاولة للبحث بهيدي النقطة، صح؟ رح يجي يقول إنه هيدا الشيء، رح يقول إنه اليوم ما قبل الثورة الرقمية شيء، الحروب ما قبل الثورة الرقمية شيء، والذكاء الاصطناعي وما بعدها شيء آخر. وحيجي يقول إنه الحرب كيف ما كانت هي خسرانة، وأنا ما إلي ضمانة غير سلاح الدولة. وأنا اليوم قضية القدس هي قضية عربية وإسلامية وإنسانية جامعة، لا يمكن لفئة معينة بمكان معين أن تستأثر فيها وأن تزيد وتقول أنا بدي استرجع. مين رح يقول هيك؟ أنا عم أقول لك اليوم يعني كان هيدا في هيدا أصلاً موجود، هيدا الخلاف، هيدا الانقسام العمودي بالبلد بدعم أو رفض السلاح بيد فريق من الشريحة، يعني من البيئة الداعمة. كيف هلأ تحت القصف عم نسمع غير لغة، تحت القصف بدك تسمع هذا الحديث، وكلنا تحت القصف، مع لأنه عارفين أن نتنياهو هلأ ما رح يوقف. أيه. بس الدقيقة اللي رح يوقف فيها نتنياهو رح تتغير في إعادة حسابات بكل شيء. طبعا شو قدرنا عملنا؟ لا غزة قدرنا عملنا لا شيء، ودمرنا لبنان، حولنا لبنان لغزة. شو هالمساندة هذه؟ اليوم أنا تحولت لملف على طاولة وزير الخارجية الإيراني، وهذا شيء مرفوض. طبعا أنا لا أبرر اعتداءات نتنياهو، واليوم أنا ما بقول إن إسرائيل ناطرة كانت أما بتمطر أو غيره، ما بدها زريعة، ما بدها زريعة، بس هلأ أنا أعطيتها الزريعة. والأكيد إنه هيدا السلاح اللي كنت أنا معتقده إنه بيقدر يوقف في وجهه وبيقدر يوقفها، ما وقف، على العكس عطاها زريعة أنه أكتر بدي أفكر بوسائل تانية، بدي أفكر بطرق تانية، لأنه هيدي الطريقة أدت إلى دمار ما قد تدمر. بس هيدا سلاح ذاته عمل توازن ما قبل الثورة، ثورة الاي اي او الذكاء الاصطناعي، ما بعد قبل يعني ايام 2006 قدر يعمل شيء. هلا لو اضطرتي بعد 10 ايام، بس حتى بقصة البترول وتم الاختراع والمسيرة اللي راحت، ايه بس لو تم اختراع هلا ليش بتشوفي انت لهون لهوكشتين كرمال البترول؟ بس هلا لو تم اختراع شيء اسمه خليني اقول لك الروبوت المدمر او القاتل، الرجل الآلي القاتل، كنت اليوم حتشوفي إنه حتى جنود الإسرائيليين ما رح يشتبكوا. رح يبعثوا لك الروبوتات هي تفوت، وبتستمر الحرب قد ما بدك، وهني ما فرقاني معهم، لأنه قد ما بدك ما رح يكون في خسائر بشرية، ما رح يكون في خسائر بشرية. لما تشيلي أنت خسائر البشرية بتكوني شلتي الوجع والأكلاف، وتبلدت بتكون الداخلية بالمجتمع عندهم، وبتكون تبلدت المجتمعات تجاه أكلاف الحرب والحرب وما إلى ذلك. إذن اليوم بكل تطور تكنولوجي كان ينجم عنه شيء، يعني اليوم لما اخترعوا المدفع بالقلة سقطت القسطنطينية، لما اخترعوا البارود خسر نابليون ووترلو، لما اليوم اخترعوا الدبابة هتلر اكتسح أوروبا. اليوم بدنا ننتبه على 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 التكنولوجيا الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة. اليوم الاغتيالات اللي صارت بتقول انه ما بقى في حدا مغطى شو ما كان يكون، وإدرانين يوصلوا لحال ببصمة حدا. الصوت ببصمة كل شيء يعني. بس مش إدرانين بعد يفوتوا على الأرض، لأنه بعد ما طوروا. نحن اليوم كنا مختبر للتكنولوجيات اللوغاريتمية للأسف الشديد، تحولنا لمختبر تماما كما تحولت حرب العراق بدايتها لهالشيء هذا. بس إنما ما فهموا نتنياهو أنه
مش بس لبنان هو بيانات خوارزمية بيدرسها، في العوامل الثقافية والهويات والغير اللي أكتر لازم يتعمق فيها. في الأرض أرضنا، وفي الأرض أرضنا ومعرفة يعني الأرض. بالنهاية الإسرائيلية اللي عم بيقتلوا هي مش أرضهم طبعا، وجايبينهم من برات من كل دول العالم الشتات وحاطينهم، يعني ما حيكون لهم انتماء مثل ابن ولاد هالضيع على الحدود اللي عم بيقتلوا يلي من حيهم حي. واللي من حي صمودهم أكيد، ومنوقف مع أهلنا يلي هني عم يتشردوا من مناطقهم. بالنهاية هذا شعب لبناني، هودي إخواتنا اللبنانية، وهودي ناس عم تفقديلهم بيوتهم وذكرياتهم، عم بتأسي لحلقاتهم من العلم، عم تمسح حقبة وحقبة. ومش بس هيك، أنت الأكلاف النفسية اللي ما احتسبت، يعني هول الأولاد اللي عم يطلعوا قديش بده يكون عندهم من تصدعات نفسية، ورح تأثر على إنتاجيتهم بالسوق، حتتأثر على صورهم عن الناس، عن صورهم عن الآخر، عن كيفية تفاعلهم، عن كيفية فهمهم الحقيقة للواقع. من هون هي الحرب كيف ما كانت هي وبال، والإمكانيات اللي كان تستخدم بالحرب كان ممكن نستخدمها بالسلم، وأن نصل إلى مكان آخر كليا. يعني طلعت لجنة الطوارئ الحكومية التقرير رقم 27 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. تم تسجيل 111 غارة على مناطق مختلفة معظمها بالجنوب والنبطية، وهالشي رفع عدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية التصعيد لأكثر من 10,000، يعني بحدود 11,000 اعتداء، وأكيد في عدد من الشهداء عم بزيد الرقم للأسف يوم بعد يوم. وبالنسبة لفتح مراكز الإيواء، فتحوا 1097 مركز لاستقبال النازحين، منها 928 وصلت للحد الأقصى بقدرتها الاستيعابية. عم بيواجهوا مشكل بالقدرة الاستيعابية بمناطق خاصة بجبل لبنان وبيروت. هيدا رح يؤدي لشو؟ يعني أزمة اجتماعية. بال2006 السيد نصر الله اللي هلأ أكيد صار شهيد قال لهم تاني نهار وقف رصاص، طلعوا حطوا خيام بالقرى اللي تم تدميرها بالجنوب. اليوم أليس بعيد هيدا المشهد، خاصة أنه ما بعرف سويت بالأرض هذه القرى، والناس قاعدة ببقعة جغرافية وحدة قدرتها الاستيعابية، يعني قديش ممكن بعد تتحمل؟ هيدا هون الخطر الكبير، وهيدا خطر الانفجار الكبير. ما زلنا نعول على النسيج اللبناني وعلى التكاتف وعلى الناس كيف مآزرة بعضها، بس قديش تقدري تعولي على هالشي على المدى الطويل؟ هون السؤال الكبير. من هون ما قلنا مصلحة إنها كتير تطول هيدي الأزمة، لأن قد ما تطولت قد ما كانت تداعياتها البعيدة المدى على النسيج اللبناني وعلى التركيبة اللبنانية كتير كبيرة، بعدين ستؤدي إلى تهجير جزء كبير من شريحة كبيرة من الناس يلي هي كانت من أساس هيدا الوطن، وهيدا شيء مرفوض. ستؤدي إلى الكثير. ما بدي شوف أنا اليوم، ما بدي أروح على الاتجاه السوداوي، بدي أجرب أنا وياك نلقط ومضات أمل، بس في واقع. بس ليكي من الشغلات اللي كتير كويسة اليوم، أول مرة الرئيس مئاتي بيسافر بالميدل إيست، ما بيسافر بتيارته الخاصة على مؤتمر دعم، لا عفاك. شغلي هيدي كتير أساسية، لأنه كان دايما بالكواليس ورؤساء الدول يحكوها أنه عم تجوا تطالبونا بمساعدات لبلد، وأنتوا جايين طيارة خاصة وحزين بحر وعندكم الشأكن المترفي والمرهفي ببلد غرقان بالدين، ما كانت عم تقدر تفهم هالواحد. يمكن هلا ما يكون له هو كان علاقة بالدولة، ويمكن صار ما له علاقة، بس ما بتقدر تشوف هالقد بلد مطحون وفقير، وناس عم تجي مسؤولين عم بيطلبوا مساعدة لبنان وهن عايشين بهالتلف، عم تجي تطلب دولار ودولارين ومية ومتين مليون وكذا وغيرهم وثروات، ما كانوا يعني العقل الغربي ما كان عم يقدر. شغلة كتير منيحة انه هيدي فيها فهم للعقل راح اكونومي اولك، ولا بدنا نشوف اذا حيي بهالاطار. اكيد حلوه هالفكره. قديش ممكن اعاده، ما بعرف يعني هلا يمكن لازم نحكي بضروره الاسراع بوقف النار، بس انه بالنهايه النار رح توقف، اعاده الاعمار رح تكون يعني في مؤشرات بتدل انه رح يتهافتوا ليساعدونا مثل ما تهافتوا لساعدونا بال2006، او لا هيدي الأرض المحروقة ما بعرف شو رح يكون مصيرها. عم نحكي عن مناطق، يعني لو صار في ضربات متنقلة بأكثر من منطقة لبنانية، ولكن التركيز على مناطق شيعية خلينا نقولها مثل ما هي، جنوب الضاحية والبقاع.
اليوم مثل ما عم لك بدك تشوفي انت مثل ما حكي مستشار الرئيس الاماراتي يلي هو بيعبر بتعرف الامارات والسعوديه والبلدان العربيه كلها اذا بطليعه اللي منعول على مساعدته. ايه هودي عم بيقولوا انه اليوم ما رح نقبل بقى يكون في منظمه باطار دولي. يعني المطلوب بعد القصه هاي انه بدهم يقولوا اليوم فيكم تشتغلوا بالسياسه بتقدروا تكونوا جزء سياسي بس انما اليوم بده يطبق الطائف. اليوم اهم مكسب يعني اعتبروا انه حققوا بالشرعيه اللبنانيه. طبعا اهم مكسب اعتبروا انه حققوه بس هو كان انا ما بعتبره مكسب الابقاء على سلاح. طيب ليش اخذت هالقد مدى؟ يعني لماذا لم تكن حرب 2006 منطلق لهذا المطلب؟ شو اللي تغير من وقتها لهلا يعني؟ لكن بال 2006 بال 2006 كان في اعتقاد ما تنسى احنا كمان على الدوحه نتيجه سلاح كمان كان بالشارع اللبناني. نعم بال 2006 كان في بعد نوع من الاعتقاد. اول شيء ما كان في التطبيع وما كان في الاتفاقات الابراهيميه ما تنسي. ما كانت بس المشروع كان موجود. كان مشروع بس ما كان بعد ما بديت الاتفاقيات. قصدك التحرك العربي على هوى المطالب الإسرائيلية ما أعرف إذا في هيك وصفة أو المشروع اللي تماها مع الدول العربية ما كانت موجودة. صار في رؤية جديدة كيفية حل النزاع الفلسطيني من باب الاقتصاد والتبادل التجاري والمصالح والدول أصلا العربية الخليجية تحديدا تغير شكلها كليا. إذا في بدك تشوفي بدك تراقبيها القصة بمنحة. أنا بتذكر سنة 2016 بأكتوبر انعزمنا على مؤتمر عن التهريب وتمويل المنظمات الإرهابية. بتعرفي ضمن شغلي قصص التهريب وغيره بتفاجأ انه كان وقت معهد الناتو داعيله على أعلى المستويات. كان الحضور أمين عام الجامعة العربية، رئيس حكومة الأردن، كان سفراء الدول العربية حتى بتفاجأ بوجود الجارة. بنسحب أنا طبعا بس بطلب أنه يتاخد نوت باللي صار من قبل أحدهم. بيقولوا بوقتها بيقولوا أنه اليوم في مرحلة جديدة، في 99% من الدول العربية عندها اتفاقات تنسيق أمني، سيكون في منظمة مثل الناتو بالمنطقة وفي توجه جديد. الوحيدين اللي خارجين بنعتبر انه لبنان دولة وقعت تحت سطوة ميليشيا عابرة للحدود، وبنعتبر انه 2006 كانت مغامرة فاشلة. مطلوب نضوي على الاقتصاد، بينهار الاقتصاد اذا بدي الشغل من هون، لانه اليوم لازم يصير في بالمنطقة تنسيق جديد، منظمات جديدة، فكر جديد. اذا الموضوع منه ابن ساعته. نبلش من 10 سنين إذا فينا تحضير حوالي. اليوم مش بالصدفة الاستثمار الكبير اللي عم نشوفه بالسفارة الأمريكية ووجودهم أيضا بعدد من القواعد الجوية. يعني بس هيدا إلى حد ما البعض بيقول مؤشر اطمئنان إلى أنه لبنان لن يزول. لن يزول وسيكون تحرص أمريكا أن يكون أمريكيا. يعني اليوم في عندك حرب أنت عم بيجي يقولوا لهم يعني فكرة شيلو. التوجه للشرق انمحت. مش ليكي مش مسموح لانه كان في هيدا الاتجاه لشرق وغرب. ستنا الحضاره الغربيه بدك تفهميها باساسها هي حضاره القمح يلي هي انطلقت من هون. من هون بديت الاديان، من هون بديت الحضاره اول مدينه. ما تنسي انه هاي المنطقه كانت هي الامبراطوريه الرومانيه واليونانيه يلي هي ادت بعدين للحضاره الغربيه بالمنحى تبعها. لن يسمح اليوم انه لن يسمح، يعني عم بحكي كغرب، ما رح يسمحوا انه تروح منهم، بالاضافه للاهميه الجيوستراتيجيه اللي كثير كبيره فيها. بس قادره تمسك الخليج من باب الاقتصاد. يعني اليوم كان في قمه البريكس وبنعرف قديش كمان في دول عربية تتماهى مع روسيا والصين من باب البريكس، يعني إذا بدك قوة اقتصادية. ستنا اللي صار هون هو مجرد رسالة. أول شيء ممنوع منطقة هون تبقى رمادية، هيدا استعدادا للحرب الكبرى والمنازل الكبرى مع الصين. ما في دولة بدها تبقى رمادية يا هون يا هون. يعني هاي المنطقة بتبقى معنا. شو يعني شو رح نشوف؟ على لونها أنها تبقى غربي، ممنوع فوضى الصين. منطقة ككل، كل الدول العربية. هاي المنطقة طبعا. شوفي كيف يعني اليوم من تداعيات هذا الصراع مصر وينية وين صارت؟
كانت بالمنطقة الرمادية. هلا وين صارت؟ مينية؟ مصر. مصر 100%. ما في اليوم انت على، اذا بتشوفي انت اليوم تحرك بحر الصين موازية مع هون، ليه تحرك هلا بحر الصين وعملت مناورة الصين؟ اذا العملية بس حاطين بالمواجهة كمان اقتصاديا، او قوة تايوان بمواجهة، يعني دايما في ورقة تلعبها الولايات المتحدة لأضعاف من يحاول ان يتصدى لها بالمنطقة ككل. حتى الاقتصاد الصيني يعني بدي يتراجع، ويعتبر انه اقتصاد الحاقي. بمعنى شو؟ انه اليوم انت عندك المؤسسات الاقتصاديه عندهم هي شموليه، بس المؤسسات السياسيه استخراجيه وفق اللي نالوا النوبل برايز. يعني معنى انه ما تماها التطور السياسي مع التطور الاقتصادي، مما هلا بيؤدي انه اللي عندهم السياسي حتكون عائق قدام المؤسسات الشموليه الاقتصاديه، وما قدروا وصلوا لشيء بيسموه نوليدج ايكونومي او اقتصاد المعرفي والاختراع. هيدا كان إذا بدك نقطة ضعف، هيدي نقطة الضعف. من هون عم بيقول دارين أسيميجلو وروبنسون وجونسون إنه ما رح تقدر تكمل بالمبارزة مع الولايات المتحدة بسبب هيدي النقطة. إنه المؤسسات السياسية عندهم لم تتطور على قدر السوق، وتحولت مؤسساتها للشمولية، بل بقيت استخراجية، بينما مؤسسات السوق عندهم شمولية. طب اليوم الصراع بعدها بإطار الغاز والثروات أم لا؟ صرنا تكنولوجيا و 5G يعني على صعيد أكبر، يعني كأنه مرحلة انتقالية بين اثنين. اليوم عندك أنت صراع أكيد على الموارد، بس على الموارد أيضا البشرية. اليوم مش بالصدفة أمريكا بتستثمر بالجامعات وحتى دعم جامعات أمريكانية عندنا وغيره. الخريجين أفضل ما يصدر هذا البلد هو الخريجين. نجحت جامعاتنا بخلق عناصر بشرية ممتازة، بس إنما فشلت في إبقائهم في البلد وفق ما بيقول رئيس الجامعة الأمريكية فضله خوري. هيدي قال لي إياه. وتحدينا الكبير إنه نقدر نخلق لهم البنية تيقدر يغيروا البلد ويقدروا يعملوا الواحد. طيب اليوم أنت عندك الهجرة، بطلت الهجرة للماس يعني للشعوب، صفت الهجرة اللي بيتسابقوا عليها للنخب الفكرية، وصفت اليوم السباق أيضا على الموارد البشرية اللي هي عالية الجودة. من هون بتلاقي في برامج بالجامعات مختصة فقط للأذكياء بنقل وللمتميزين، للأذكياء والمتميزين. صحيح، بيستثمروا فيهم. بالنهاية هذا نوع من الاستثمار. إذن طبعا إذن الاستثمار الجديد أكيد بهم يكون في موارد، وبهم أكيد تعطيكي ميزة تفاضلية، بس إنما الأساس هي بالموارد البشرية والتسابق على الموارد البشرية، لأنه الأقوياء يستثمرون بالأذكياء. إذا بدنا ناخذها هيك ببساطة ما يتم تداوله، أنه اليوم نحن بأزمة تربوية، وفي شريحة عم تتعلم وشريحة تانية قاعدة بالبيت، وفي هيدا شد الحبال بإطار إذا بتكفي المدارس ما بتكفي، بتفتح بتسكر، نتابعه. يعني عم نحكي على صعيد مدارس، ما عدا عن جامعات كمان. اليوم الجامعة اللبنانية لهلأ ما فتحت، وإذا بدها تفتح أونلاين قديش الأونلاين بيقدر يعطي هالقدرة على أنه تكون عم تعطي الباجاج التعليمي المطلوب تنقدر نضل نستثمر بطلابنا كمان. يعني في تضاد كبير على صعيد التعليم، وهيدا مشكلة كتير كبيرة، وهيدا ضرر غير مباشر، ولا يمكن بالهين انك تقدر تسلعيه او تقرشيه. بس هيدي من التداعيات غير المباشره للازمه، وعلى مدى طويل. وعلى مدى ما طويل. عم نحكي سنه وسنتين، عم نحكي بجيل كامل. نحن جيلنا وهو ذاته جيل كورونا، يعني قد ايه خطيره. نحن جيلنا ما كان افضل، يعني انتم جيلكم افضل. يمكن انا زلمه بالحرب، يعني انا بتذكر بديت انا بالسجون بديت حرب التحرير، وبالترمينال كانت حرب الإلغاء، ما بعرف شو بدك تسميها. سمي حرب آخر الثمانينات، حرب القوات الجيش. يعني أنا بتذكر إنه ما فتنا ولا نهار على المدرسة، وأنا اضطريت إني أقدم طلب حر ودرست من بيتي. اليوم اللي بهم هو إنه يبقى عندنا العزيمة إننا نستمر، مش لازم نستسلم.
لانه في شيء بتقدر تهده اسرائيل، بتقدر تضربه اسرائيل، بس في شيء مش لازم تخليها تهده. اليوم هي عينه على لبنان لانه في عندك العنصر البشري اللبناني هو متميز، مش متميز مثل ما بيقولوا لانه بالدم والفينيقيين. ايه ما بدنا كمان نكون عم نتغزل بحالنا، ما رسيس بس بسبب النظام التربوي اللي هو موجود بعده موجود. هيدا السؤال. هيدا بيت القصيد. ما في قياده تربويه كما يجب، يعني في تضعضع. وشفت اليوم السجلات السياسيه على قصه بنفتح بنسكر مراكز ايواء، انا من اول إيواء مدرسه مش انا من اول نهار تهجمت حتى على الفيسبوك وطلبت فيها انه بكذا، لانه هي هو الاجدر انه الكل يخسروا عامهم الدراسي، اما نفتش على وسائل انه للناس اللي نزحت كيف نعلمها مثلا. وين الخطة؟ كيف الحل؟ قلت لهم تقدروا تاخدوا كيس باي كيس أو كل قصة بقصتها. أكيد. بس بده يكون في أول شيء القيادة الواحد، إنه إذا وقرار واحد. وقرار واحد. أيه. لأنه في أمور فينا نحكي فيها، في أمور ما فينا نحكي فيها. نحن مقومات هذا البلد، وهذا البلد قائم على تميزه بالتعليم، ومش لازم يفقد هذه الميزة. أنا بحيي الجامعات يلي رجعت تعلم حضوريا او هايبرد، وانا شخصيا عم روح. يعني كمان. مثلا وأنا كمان فرع عمرو. الجامعه بجبال مثلا عم بيكون في اكثر من نص الصف، بينما الفرع ببيروت عم بيكون في تلميذان حضوريا والبقيه أونلاين. كله اونلاين صح، بس ما بيمنع انه عم بنزل وهو اثنين هن الخميره. وبدنا نقول لهم انه ما بدنا نخاف، لانه ولو انه معرضين للخطر ولو حياتنا معرضه للخطر، بس انما هيداك موت وهيدا موت. الأفضل لقلنا أنه نبقى نجرب نستميت تنحافظ أيضا على مقوماتنا التربوية. هل تعتبر اعتماد المدارس مراكز إيواء خطأ؟ بعتقد كأول صدمة ما بتقدر تعملي غير هيك، بس هلأ لازم نفكر بشي، يعني خصوصا أنه إيش المصريات من فرنسا. لازم تلاقي له بس نوع. صار في شد حبال بين الوزراء، شفنا وزير الاشغال ووزير التربيه كيف لازم ينعمل نوع من المخيمات الاقامه الوقتيه. والمدارس تتفضل ليتعلموا فيها النازحين، ومش بس هيك بدهم يخلوا المدارس الخاصه، بس المدارس الخاصه بده يكون عندها سياسه اجتماعيه انها تقدر تعلم هود اللي نزحوا من اهلنا. يعني بدها تحط شوي، يعني يكون في تضامن وتحط شوي طبعاً. من أرباحها مش ضروري يربحوا، يعني احنا مستعدين ان نعلمهم بعض، لانه ما بيجوز ما يكون في عداله تربويه. اكيد أنا. اذا ما غير جائز يكون في انهيار، مش جائز كمان يكون في لا عداله تربويه. اكيد. وهيدي بدها قياده تربويه، بدها وزير يقول بدي وعارف شو بده ويمشي باللي بده اياه، ويكون مصمم صاحب راي وما يسأل. أنا بحييه إنه لو متأخر شوي بالقرار، بس أخذ قرار بس ياخذ يكفي بالقرار، يكفي فيه يتراجع. وما في يتراجع فيه لأنه هيدا هو القرار الصحيح. بالنهاية هيدا الخطة لازم كان، يعني مش مفاجأة الحرب، نحن لو كنا بمساندة بس كان بأي لحظة ممكن تكبر هيدا الشيء، كان لازم نعمل بلان مسبق مش فجأة. بس يلا مثل ما قلت، أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي صحيح. أبدا. ونلاقي حل بآخر تقريبا 10 دقايق. ندخل شوي بالمرحلة الضبابية السياسية بلبنان. نعم. فراغ مؤسسات إلى حد ما مضعضعة، ما بعرف إذا في عنا بعد مؤسسات رسمية عم تشتغل مثل ما لازم بالحد الأدنى. حكومة عم بتحاول بين مزدوجين تعمل اللي قادرة تعمله، ولكن هي كمان ليست حكومة فاعلة، حكومة تصريف أعمال، حكومة مستقيلة. خطة ما قدرت تكفي فيها للآخر. هلأ اجت قصة دعم لبنان من خلال المؤتمر باريس، نعول على أن يكون في مؤتمرات أخرى لا تسند الوضع اللي متردي. هل برأيك الرئيس لازم يتم انتخابه هلأ لهو يكون عم يبني للتسوية، أم التسوية ستأتي بالرئيس؟ ما فيك تطلبي هلأ من بالتحديد من المكون الشيعي أنه ينتخب رئيس بهالظرف، لأنه حيعتبر حاله أنه هو هلأ مكسور مستهدف كمان. ومستهدف بده يتصلب أكتر. اللي بيكون بحس حاله أنه بموقع، هو يحس حاله أنه مستهدف، حيكون متصلب أكتر برأيه والتمسك بخياراته. أنا مش شايفة هيني هلأ ينتخب رئيس، مع أن هي مطلب أمريكاني انتخاب رئيس. كان في محاولة لتهريب هذا الموضوع بلحظة، بيان رئاسي بيفصل لبنان عن غزة، وقف إطلاق النار،
القول بانه تخلي حزب الله عن السلاح، بس كانت قاسيه يعني بعد ما نضجت. وخوفي الكبير من انه اليوم مش هينه انه يقدروا تنهضم هيدي القصه، بخشى انه يبقى يستمر الحزب بالقتال حتى اخر جندي، ونتنياهو بالقتال حتى اخر قذيفي، لانه مصلحته بالقتال ليبقى بالسلطه. هلا طبعا هيدي المصلحه تلاقت مع مصلحه وصول ترامب والجمهوريين في الولايات المتحده الامريكيه، لكن امل انه بس تصير هالنقطه ويوصل حيالله مرشح للرئاسه الامريكيه يصير في هالتباعد بالمصالح، لانه بعتقد المصالح الولايات المتحده الامريكيه العامه مش الخاصه بوصول هي المرشح اما هي الحزب او ذاك، هي بالابقاء على نوع من الاستقرار في المنطقه، ان يبقى تبقى مصادر النفط بمنأى عن الحروب، وهذا اللي هلا استقرار باسعار النفط، وهذا اللي هلا على الاقتصاد العالمي. نعم هذا اللي بيبرر عدم التعرض للمنصات النفطيه وغيرها، يعني حتى الصواريخ اليمنيه ما قربت ممنوع. يعني مش هيك عم بقول انه مدروسه هالحرب الى حد ما، يعني حتى وحده الساحات وين اليوم؟ في قواعد مرسومه ما بتخرج عنها. انتبه، نتنياهو قرر يهاجم ايران، تسرب خبر الهجوم صحيح، طب شكل قدروا نفسوا له ايه؟ يعني علامه انه الى حد ما في حدا، في مايسترو، في ضبط، مش مضبوطه بكل شيء بس بالقواعد الكبرى مضبوطه. عم بيصير في تفلت بعض الميادين، بس انما لحديت هلا بعد القواعد الكبرى بعد في مايسترو قادر يضبط الوضع. بعد ما أعرف كيف رح تنتهي، كيف شكل هذه الحرب رح تنتهي، غالب مغلوب تسوي لما هنالك، ولكن شو رح يكون دور حزب الله بالنهاية؟ هو شريحة لبنانية، هل سينحصر دوره بالسياسة حزب مثل كل الأحزاب ومسألة الجناح العسكري أم السلاح رح يكون ببحث لحاله بينتهي من خلال حوار لبناني بحت، أم سيفرض علينا شروط دولية تجبرنا على الذهاب نحو هذا الخيار؟ النتيجة أنه الطائف سيطبق. الطائف مش سيطبق. معدل ولا بحدث؟ هلأ سيطبق، هلأ عم تطالبوا السعودية أنه اليوم بنص على سحب سلاح من كل اللي سموه بوقتها ميليشيا، نحن نقول من كل التنظيمات رح يسحب. اليوم النتيجة اللي رح توصل لها واللي بدت الناس تقتنع فيها أنه هيدا السلاح بطل ضماني باللي صار بلبنان. وأكيد الخيار بالمساندة ما كان صحيح، لأنه ما قدرنا عملنا شيء لغزة وحولنا لبنان لغزة تاني وعطينا زريعة لنتنياهو. يمكن هن يقولوا أنه كان جاي دورنا، إيه معلش يتركه هو يعتدي، مش ما تعطيه أنت زريعة أنك أنت بديت. ما بعرف كأنه كان الخيار خيار لبناني، ما بعرف كأنه كان الخيار معمول على قياس لبنان، هذا بيطرح علامات تساؤل كتير. كيف يعني؟ يعني من هون أنا عم قلك بتشعري جروا الحزب الله، من هون أنا بقلك بتشعري أنه أنت اليوم كأنك مقاطعة خارج الحدود، قطعة إيرانية خارج الحدود. يعني إيران دفعت بحزب الله للدخول بهذه الحرب وبعدين تركته يتخبط وحده للوصول إلى هذه النتيجة. كأنه ليك، وبدليل أنه اليوم صارت حملة الاغتيالات كلها سوا، ما زال الحزب ممسوك، ما صار فيه ولا أي تضعضع. يعني كأنه إدارة إيرانية بعده القرار ما ندق فيه، بعده بالمكان اللي بعده فيه، وكأنه نحن بتشعري أنه مقاطعة إيرانية خارج الحدود فيها في حرب، وكأنه إيران عم تشن حربة مع إسرائيل بهذه المقاطعة، وهيدا شعور كتير سيء. وكأنه من يدفع الثمن هي هالشريحة هيدي اللي كانت معتقدة أنه هيدا السلاح عم يعطيها نوع من القوة بالمنطقة كلها سوا، فائت لقيت حالها على واقع مختلف تماما، وبدل الحلم لقيت حالها بكابوس. هو شو دور هيدي الكوابوس اللي عم نعيشها، وبعدها عم بتحارب الكوابيس الى حين بس تنتهي الحرب. بس بعد طبيعي تضل تحارب، يعني المقاومه مش طبيعي ترفع الراي البيضة هلا بعز الى لبعد توقف الحرب سيعاد النظر في الكوابيس وفي الاحلام. هون شو رح وكيف يتحول الحلم الى كابوس؟ والرئيس بري شو رح يدور؟ الرئيس بري بين انه هو العقل، وانه خياراته اللي كان عم يحكي فيها وانه الاتزان اللي كان بيتمتع فيه بغض النظر عن الخلافات السياسيه. عم نحكي لا باطار بين انه هو الضمانه تبع الشيعة. واليوم فرغت مش هيك حزب الله فوضه، واليوم اللي بعده وحده اللبناني اللي فيك تحكي. اليوم رئيس بري ما بعرف حقيقه مع مين عم بيفاوض مع الحزب،
مع مين عم يقدر يحكي؟ ما بعرف. هذا سؤال كتير كبير. يعني عم بياخد لا عم بقول بالطرف الثاني، بس اللي عم بحكيك إياه إنه اليوم أنا بقدر أعرف إنه حركة أمل قرارة عند الرئيس بري. طبعا. والرئيس بري اليوم ما عم يحكي مع حزب، ما بعرف مع مين عم يحكي. بس كأنه ما في رضا عن هالحركة اللي عم بيقوم فيها الرئيس بري، خاصة بعد لقاء هوكشتاين. مثل ما قلنا إجا رد بالنار باستهداف المناطق المحسوبة عليها، لأنه عم بيرد مش بس على الرئيس بري، عم بيرد على المبادرة الأمريكية، وعم بيقول لهم للديمقراطيين مش هأعطيكم حل سلمي، لا على العكس بدي صعدها، ما رح بيحكم شيء، وما بدي إياكم أنا بالبيت الأبيض. أها، هيدي الرسالة. هيدي هي الرسالة طبعا، لأنه اليوم أنا بعتقد لبنان ما كان مشكل، على العكس. وهوكشتين ما اجى، هوكشتين ما اجى فرض شروط مثل ما حكي الاعلام اللبناني البلا طعمي السخيف. ليش جاي ومعدلا وبده يعمل بس حطوا البنود ما البنود نشروها هن الامريكان. ما حكي شيء الزلم، اجى حكي بال1701 واليه تطبيق. لا، وقصه توسيع اليونيفيل وما هيما، توسيع اليونيفيل والمرافق تكون تحت وصاي وبحق لهم يفتشوا شو بفوت على لبنان. هي شو هوكشتين باجتماعه بالرئيس بري كان كثير ايجابي، ما انحكى غير بال1701 كيفية تعزيز ال1701 والجيش اللبناني يستلم. الجيش اللبناني، واعتبر انه الجيش اللبناني هو المفتاح. كل الحكي اللي صار هو كان حكي بلا طعمي وما له اي اساس. هوكشتين اجى حكي فقط بال1701 والجيش اللبناني ودور الجيش اللبناني المحوري وكيفية تقوية الجيش اللبناني للقيام. شو المانع ما قوي الجيش اللبناني بادواره؟ بدك قرار سياسي. شو هو قرار سياسي داخلي؟ قرار سياسي بس انه لبنان بيقرر بدنا نحط الجيش اللبناني. من هون كان ردوا للرئيس بري، صلحوا للجيش اللبناني. من هون كان ردوا للرئيس بري المشكل مش عندنا. روح لهونيك جيب الدعم للجيش تكرم عينك. جيب لي اذا بيوقف اطلاق النار ورجع ما عندنا مشكل بالموضوع. واجا الرد كان نيران واستهداف، لانه ما بده، ما له مصلحه هلا يوقف. هلا اذا بده يوقف عطى باس للديمقراطيين. جيب مين اللي رد برأيك؟ نتنياهو بقرار شخصي أم بتغطية أمريكية؟ لا، نتنياهو بقرار شخصي. أف، يعني أمريكا ما كان بدها هيدا. لا، اليوم قرار الحرب والسلم بإيد نتنياهو. اليوم البيت الأبيض بأكتر مرحلة مضعضع فيها أكيد القرار المركزي بالبنتاغون. بس نتنياهو اليوم ما له مصلحة مع الديمقراطيين ويسلفهم قصة السلام. هو بيأمن بترامب رئيس، وفي اتفاقية هو دونالد ترامب الرئيس ترامب وعم يعمل تيجي الرئيس ترامب رئيس جمهورية. إذا بده اليوم يبيع على الجمهوريين كان بيقدر يزيد ل 3-4% من الشعبية بالولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن نجاحها، وهذا الشيء ما كان رح يعطيهم هذا الطرف. بيرجع هوكشتاين لأنه حكي أنه خلص بعد اللي صار ما بعتقد، لأنه عارف تماما أنه اليوم نتنياهو ما بده يعطيهم. خلصت، اجت الرسالة وانتهت. قديش بدها تبقى الحرب برأيك؟ لأنه كتار عم بحطوا هيك سنة سنتين، خلينا نشوف. لا أفق لألا أو بدنا ننطر ما بعد نتائج انتخابات أمريكا. خلينا نشوف بعد الخمس، مثل ما عم قلك بعد خمسة أكيد ما أنه دغري مباشر، مش بستة أكيد في إدارة جديدة بقى تشكل، بس إنما اليوم بتشوفي شو الاتجاه. هلأ البعض عم بيقول بدنا ننطر لجانفيه للاستلام الرسمي ويكون كل شيء تبلور ونعرف الإدارة شكلها. إذا هارس سهلي، لأنه مكفية تقريبا أكيد بتجيب أكيبة وكذا وغيره، بس أكيد. إنما التوجه مددت لهوكشتاين 3 أشهر إذا فينا نقول، إذا بقيت بإطار أنه كملف لبنان، حتى إذا الرئيس ترامب جاي كمان بتوجه وعنده أجندة براسه وقاطع. الله يستر. أنت هون أنت هون أنت هون، انتبه لهيدي. خلصت. الله يستر. ننطر ونشوف هالكم شهر الباقيين او هالكم يوم بالاول. خلينا نقول كم يوم. كم يوم هلا هي بدك تنطر، ما يعني بس ما بدنا نبني امال، ما يعني ما لنا مصلحه نقول كم شهر. ما هيك ما لنا مصلحه، لانه كم شهر ما بيبقى في شيء. ما بدي اقول لك يعني توسع دائره النزاع بشكل كبير، بشكل كبير ما بدنا يتوسع، بدنا على العكس انه اللي صار اليوم بباريس يتعمم ويكبر اكثر ونشوف مؤتمرات ثانيه يعني اكثر ودعم اكبر وبتمنى هذا الشيء يصير بعد 5 شهر بيكونوا اكثر ارتاح الوضع، حتى الجميع بيكونوا ارتاحوا، الديمقراطيين والجمهوريين، بيصير في هوامش اوسع. اذا ما انه حل بيصير في
هوي مش أوسع، بتضمن شوي الفرملة إذا منا نهاية ووقف إطلاق النار، شوية نفس لنقدر شاء على أساسه نحكي بمرحلة مقبلة إن شاء الله. ما فينا ما نعطي أمل للناس، ما فينا ما نتأمل، ما هيك وإلا على الدنيا السلام، كنا فلينا سكرنا وخلصت، ما بدنا نفل ولا بدنا نسكر أبدا. دكتور مازن عبود شرفتنا، أهلا وسهلا فيك، إلى لقاءات مقبلة تكون الصورة أفضل، هيدا اللي بنتمنى دايما.